الحدث في الأفريكان جمعة هذه هي الفورماسيون عملها عمر الارتيستو في تونس للراغبات والراغبين في تكوين مستمر في الميكاب. On va directement passer le show, faire la maquillage. Emira, notre grande Emira, Rabbi Fadalha, Marahbi Emira. Et notre mannequin, notre belle, belle mannequin, Lyon, Marahbi. Omar l'artiste, il قدم دورة تكوينية جديدة, le موضوع متاعها, maquillage tendance 2018, les techniques, آخر مطلع في مجال الجمال والتجميل. الحضور كان مهم, أكثر من 100 شخص جاو للاستفادة من الخبرة الكبيرة اللي حطها اليوم عمر الارتيستو على ذمة الراغبات في تكوين يخليهم يطوروا الأداء متاعهم. الجواب كان واضح, الفايدة حصلت والجو كان أكثر من عائلي بين عمر الارتيست والحاضرين, العلاقة كانت أكثر من مكون وتلامذة عنده. اللي شوفوا فينا في فرنسا نعلمكم اللي دورة تكوينية جديدة باش تصير في باريس في آخر شهر فيفري, واللي يحبوا على متابعة التكوين عمر الارتيستو يحط على ذمة الراغبين ركن خاص تشرف عليه أميرة. لمزيد الاستفسار عندكم أرقام تليفونات تنجموا تزيدوا تطلعوا أكثر على طرق المشاركة.